تمام، شايفين الرز الحبيه والحبيه، شايفين وايه ده ممبار بوبس، جميل جدا. شايفين عامل ازاي مقفول من الناحيه دي ومن الناحيه دي اهو، شايفين كده، شفت القفله بتاعته، قفله مقفول جميل جدا اهو، مقفول ازاي. ده ممبار بوبس، وايه ده الممبار العادي بتاعنا اهو، شايفين جميله، جميل جدا. متحمر ولذيذ. وادي فتة بالخل والثوم، جميلة جدا. لو عايزين تعرفوا، ودي الشوربة كمان اهي، لو عايزين تعرفوا بقى الجمال ده اتعمل ازاي، يلا بينا ندخل على الفيديو نشوف احلى ممبار وكرشة بيطبخوا عندنا. يلا وسع وسع للكرشة والممبار. بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكوا فيديو جديد وبقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده الفيديو بتاعنا عباره عن هنعمل ده الممبار اهو، مغسلاه ومنضفاه، ودي كرشه هي برضو غسلاها ومنضفاها وجميله جدا. هنطبخهم بقى الاثنين النهارده. معايا هنا ادي، هنعمل الخلطة بس بتاعت الممبار الاول. ادي معايا طماطم ومعايا بصل ومعايا هنا خضار نقعاه في المية اهون. تنقعي الخضار قبل ما تغسله ونضفه ونقيه وتنقعيه. النقع ده بينزل حاجات كتير قوي منه، اي مواد بقى رشة او اي حاجة، بتبقى جميلة جدا انك تنقعي الخضار شوية. فانا بقى عم اعمل الصلصه بقى وكده، يكون هو نقع او ام خرطوه مصفياه ومخرطاه. يلا بينا بقى نعمل الخلطه بتاعت الممبار. يا جماعه عباره عن خلطه محشي، يعني انا بنعمل محشي عادي جدا، بحمر البصله شويه بدبلها كده واحط الطماطم وخرط خضار بقى بعد ما تتسبك واحطه على رز وتوابل وكده، وحشي اكني بحشي محشي بالظبط. فيلا بينا. اه يا حبيبي، حطيت المادة الدهنية، حطيت سمنة وشوية زيت على البصل، وهنا حطيت على النار حلة في قلبها مية، هغطيها بقى كده واسيبها علشان نعمل نحط فيها الكرشة، نسلق فيها الكرشة. لكن معايا هنا بقى الخلطة بتاعت الممبار، هجيب بقى التوابل. معايا هنا بقى الخضار طفيته بقى بقى كويس خالص، هبدأ بقى اخرطه، واخد بقى الجزء ده كده شعيره، وابدأ اخرط بقى من هنا كده، اخرطه معاه. طبعا يا جماعة انا نسيت اقول لكم يا حبايبي ان الخضار بيبقى ثلاث انواع، بس انا بحب احط الخضار. معايا هنا كزبرة وشبت اهون، بحب اعمله من المحشي. ولو عندك بقدونس او حابه تحطي ممكن، المحشي بيحب الخضار. هناخد كده بقى الجزء اللي احنا خرطناه هنحطه هنا. الخضار لما يكون كتير في المحشي بيبقى طعمه جميل وريحته جميله ومدي حاجه كده، روح كده للمحشي، هو والبصل، كتر الخضار والبصل. اي محشي بقى، حتى الممبار كمان، ما هو الممبار بيتعامل معاملة المحشي. ده نعم بقى اكتر، تاخد كده ونعم اكتر. الممبار بيتعامل معاملة المحشي يا جماعة، لانه هو عبارة عن محشي، يعني ايه،
الاختلاف الحاجة اللي بنعبيها، لكن هو من المحاشي اللي هي بتتفتح بنعبيها رز كده. خلاص بقى كده اي حاجة على القايمة كده خلصنا الخضار. كده بقى البصل بدأ ياخد الكرمل كده من الاحراف اهو. انا كل ده انا مجهزه التوابل، بس مش عاوزه احطها الا لما اوصل لقبل النهايه بشويه عشان ما تتحرقش مني، عشان هي بودر. لو هي حب كنت قلت لكم ان انت تحطها وتشوحها معايا، لكن البودر ما تتشوحش كتير، تنزل كده على الماده الدهنيه تاخد ريحه، وبعدين نقوم حاطين الطماطم على طول، علشان هي لو قعدت فتره كبيره في الماده الدهنيه هتمرر معانا وتتحرق. نشوح يا جماعه اللي على الاحراف ده الكرمله بتاعت البصل، لان البصل بيبقى فيه سكريات طبعا. هبدا بقى احط له التوابل. نسيت اقول لكم ان التوابل دي 7 بهارات وكزبره ناشفه وفلفل اسمر وورق غار او ورق لورا. اهم حاجه في التوابل للمحشي الفلفل الاسمر، يعني انت لو اكتفيتي بالفلفل الاسمر والملح حاجه يعني جميله جدا. يعني التوابل بقى غمقته شويه بس هو ابيض لسه اهو. هبدأ بقى احط الطماطم. في المرحلة دي بقى احط ملح، هبدأ بقى اجيب الملح احط كده 3 معالق صغيرين ملح لحد برضو ما نشوف كده، ونبقى ندوق بعد ما تتسبك كده ونشوف الحر. هسيبها بقى تتسبك وارجع لكم تاني. حبايبي قطعت الكرشة اهون، خلاص قطعتها بقى منابات كده اهي قطع كده. يلا بينا بقى، المية غليت هنسلقها مع بعض. ومعايا هنا بقى طماطمتين مقطعهم بصلاية، حبهان، فلفل اسمر، 7 بهارات، ورق غار او ورق لوري هحطهم بقى كده كله على الشوربة كده، هديها ريحة جميلة جدا. وغطي بقى، طبعا مش هنحط الملح لما تيجي تستوي، هغطي عليها كده واسيبها تستوي. ومعايا هنا الصوص خلاص هوطي عليه بقى عشان يتسبك براحته خالص فوق لما ينشف كده، علشان ما يبقاش فيه ميه كتير في الرز، ينشف خالص 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 وينطر بقى السمنه بتاعته كده على الوش، يبقى كده اتسبك نعرفه ان هو ينطر السمنه وما يبقاش فيه الميه دي كده، يبقى تقيل خالص. بس كل شويه نقلبه كده عشان ما يتحرقش من تحت وهو بيغلي من فوق، عادي ممكن يتحرق من تحت وهو بيغلي. اهو اتسبكت اهي وانا طفيت عليها. يلا بقى نحط عليها بقى الرز والخضار. اهو يا حبايبي حطيت، نقصت هنا شوية صلصة اهما، هحط بقى شوية خضار عليهم. في الممبار بالذات يا جماعة احنا مش عايزين نزفر اي حاجة، كل الرز او الخضار او الصلصة او كده، فانا بعمل حبة بحبة علشان اللي يفيد هيبقى زفر يعني من مكانه، مش زي المحشي مثلا لما يفيد شويه ممكن اعينهم واعملهم حبه كمان كده يعني. فايه نخلي بالنا ان انا نعمل حبه بحبه لغايه ما نحتاج. هقلب بقى كده اهو، نجيب شويه ملح
يا حبايبي يلا بينا بقى نبدأ. معايا هو الممبار، انا بعمل كده وباخد بصوابعي وادخل جواه، سهل جدا. بس الرز اللي سخن باخد بصوابعي من تحت وادخل جواه وبيدخل اهو. اهو الرز مولع نور، مستعجلة كده، ما بيتمليش قوي يا جماعة، لازم يتبطط خالص كده اهو. توزع كده، هتاخدي بقى من الرز كده وتوزعي على الباقي اهو، وامسح كده من بره اهو. لازم تتبطط خالص خالص كده علشان الرز هيزيد وهيملى المكان. هحط هنا بقى كده، اعمل معاكم تاني اهو، بدخل بصوابعي اللي تحت فتحة بالصابعين الكبار دول فتحة كده اهو، وباخد بقى بالصوابع اللي تحت دي وادخل كده اهو. نجيب شوية كده وبعدين نوزع بقى في بقيتها. انا طبعا مقطعاه مش طويل قوي ومش صغنطوط قوي. هعمل معاكم بوبس برضو، ممبار بوبس، بس نخلص ده الاول وبعدين في اخر حاجة خالص نعمل البوبس اهو. نعمل كمان واحدة اهو، بفتح بصوابعي دولي اهو وادخل كده اهو، صوابع اللي تحت اللي بتدخل الرز بتعمل في ثانية اهو. دخلت شوية، ابدأ اوزعهم في بقيته، ولو في زيادة يعني بصي بتبططي على اخر ما عندك خالص، بتنزلي كده وتسحبي اهو، متبطط خالص 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 خالص، ونزلت الباقي اهو كده. ونزل الرز كل اللي على الاحراف كله علشان ما هيدخل المية اللي هنسلقه فيها، هينشي هيعمل رز كتير كده ونشا، فبقدر الامكان ما نخليش على الجدار بتاعه رز. وهو اول ما بينزل المية اللي بتغلي بيقفل الفتحات بتاعته اللي قدامه اللي فوق اللي تحت، بتتقفل لوحدها اهو. انزل كده وظبط اهو، ابططها خالص نضف كده اهو اهو كل الرز كده خلاص. هعمل بقى الكميه كلها وارجع لكم علشان ما اطولش عليكم. خلصت يا حبايبي، هو طبعا فض خضار وفض من كله، فانا ما حبيتش بقى ان انا افوضه متزفر اهو، انا عملت كله اهو. وعملت هنا بقى دولي كده وربطتهم بالخيط كده، ده انا هعمل بوبس، هعمل ممبار بوبس اهو، هنوريه لكم بعد ما يعني. يلا بينا بقى كده نحطه بقى في المية اهو. طبعا المية كانت بتغلي بس انا كنت طفيت عليها عما اخلص، هبدأ بقى انزلهم كده بسم الله اهو. اللي هما بقى مش مربوطين دولي، اول ما بينزلوا المية السخنة البوز بتاعهم من الناحية دي والناحية دي بيقفل لوحده اهو. يا حبايبي خلاص هي هتبدأ تغلي تاني، يعني درجة حرارتها بقى قلت علشان انا حطيت فيها حاجات. هبدأ بقى احط فلفل اسمر، هعملها كأنها شوربة يعني، وادى ملح اهو كده، حطيت ملح وفلفل وغطي عليها بقى لغاية بقى ما تستوي كده ونشوفها مع بعض ان شاء الله. وادي هنا الكرشة هي بتستوي، كل ما الشوربة بتاعتها تقل شوية عشان هي بتاخد سوا، فانت بتغلي مية في الكتل وتحط لها وتزودي لها، ما تزوديش مية باردة علشان ما تجمدش اكتر او تاخد وقت. طلعتها من الشوربة، بحمر بقى القطعة هنا هو بتاعت الكرشة، ومعي هنا طبق حاطة فيه الصوص ده، ده توم جبته فرمته وحمرته وحطيت عليه الطماطم وسبكتها،
ودي بقى هعمل بيها طبق فته صغير كده، هحط بقى عليه خل. هنعمل ايه بالخل والثوم، اللي هي الفته بالخل والثوم، بس انا هعمل طبق صغير كده على قدي علشان هاكل بيه، لكن هما بياكلوا برز بقى وشوربه وحاجات من دي بتاع بتفرقع بتفرقع جدا. وادي يا حبايبي اللي هو المنبار البط. دلوقتي هبدأ بقى افك معاكم المقص ده نضيف يا جماعه، افك الخيط بقى اللي انا عامله بيه اهو، بيبقى جميل جدا. ممكن نعمله بخلة كده او اي حاجة في العزومات، اما بيتحمر بيبقى شكله جميل جدا. اهو حبيت اوريكم النوع ده وده، اعملي اللي يعجبك وعلى رأي المثل زي ما يحلو لك، وعلى حسب برضو ولادك هيحبوا ايه او كده. اهو بتقطعيه بقى كده وتنقي بقى الخيط منه، ده جميل جدا بشكله حلو كده في الطبق بوبس كده صغير، وبيلزق بس في ايديا علشان هو طالع لسه من الشوربه. انا طبعا سبته يبرد لان ما كنتش هعرف امسكه خالص وهو لسه نازل من الشوربه. الفتله بقى بتخليه يلم على بعضه كده، ما تيجي تعمليه بيلم على بعضه. طبعا الصوت ده صوت التحمير. اوعى ننسى بقى خيط كده يجي شكله مش كويس معانا، بنشيل كله بقى وننضف. اهو بقى زي الفل، هحمره معاكم. طيب يا حبايبي بحمر بقى الممبار هنا، هو بتحمره بشكل جميل. هنا الفته اهي بتتعمل، طبعا المغلية هتحط الشوربه على الصلصه، حطيت الخل وكل حاجه، يبقى كده خل وتوم بقى في قلبها، حطيته كده وما هطفي عليها واحط الرز على الوش. اهو يا حبايبي شايفين ادي الكرشه متحمره جميله جدا والشوربه، وده الممبار حاجه كده تحفه جنان، وادي الممبار البوبس، وادي الفته عامله لها جرناش كده، بس انا كده كده هشيل الخضار يعني انا مش هاكلها كده، وادي الرز الحبايه والحبايه الجميل بتاعنا الذهبي. شايفين بقى اكل عامله ازاي؟ واو والله انا جوعت. شايفين شايفين الممبار ومستوي جدا على فكره، يعني هو بياخد سوا بس شوفوا بيستوي يعني في ثانيه اتقطع اهو. وادي الكرشه ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجه كده فوق الخيال. اتفضلوا بقى معانا، ولو عجبكم الاكل ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه.